بكم مشاهدينا الكرام في حلقة اليوم. نتوقف مرة أخرى عند المشهد الجزائري بعناوينه البارزة. المنتخب الجزائري يودع كأس إفريقيا بخسارة قاسية أمام كوت ديفوار. موجة رابعة لتفشي كورونا وتساؤلات هل يكفي غلق المدارس ودلالات قضية النصب والاحتيال وحبس ما يسمى بالمؤثرين. إذن نفتح في البداية هذه النافذة على توديع المنتخب الوطني الجزائري حامل اللقب لكأس إفريقيا الجارية في الكاميرون ومن الدور الأول، وذلك بعد خسارة قاسية أمام كوت ديفوار بثلاثة أهداف لهدف واحد، وقبلها تعادل مخيب مع سيراليون وانتكاسة بهزيمة بهدف لصفر أمام غينيا الاستوائية. معنا عبر خدمة سكايب من فيينا حسن زيتوني الإعلامي. حسن زيتوني، يعرف أنك كذلك شغوف مثلنا بكرة القدم ومتابع مناصر للمنتخب الوطني الذي يودع للأسف كأس إفريقيا اليوم بخسارة ثانية بثلاثية أمام كوت ديفوار، خيبة وتساؤلات. ما رأيك، ما السبب في هذه الانتكاسة وخروج المنتخب الوطني من الدور الأول هو حامل اللقب؟ تحياتي الطيبة لك أستاذ جمال ولمشاهديك. أنا يعني فوجئت، لم أتابع المباراة اليوم لارتباطات العمل، ولكن فوجئت بالنتيجة وأذهلتني كثيرا. يعني الهزيمة كانت كبيرة، ثلاث أهداف في مباراة مصيرية، لكن دائما كجزائريين من نحب الكرة، نلعب الكرة، دولة يعني بلد معروف بحبه وعشقه لهذه المستديرة، نحترم فريق كوت ديفوار ساحل العاج، واحدة من الدول الإفريقية التي تلعب الكرة، كرة القدم النظيفة، ولهذا فالاحترام من جانبنا لابد أن نهنئهم على هذا التتويج وهذا الفوز. بالنسبة للأسباب، أعتقد أن التحضير لم يكن في المستوى المطلوب. عندما تلعب في أدغال إفريقيا لا يجب أن تذهب إلى قطر وإلى حيث الرفاهية و يعني الحياة الهادئة، ولا، على كان من الأجدر أن يتوجه المنتخب الوطني إلى بلد إفريقي بنفس الأرضية، بنفس المناخ، بنفس البيئة والطبيعة في الكاميرون، ويحضر استعدادا لذلك. يعني حتى ولو تعذر السفر إلى إفريقيا بسبب الظروف كوفيد وجائحة كورونا وغيرها، كان يمكن تحضير ذلك في بلدنا. لدينا بلد واسع فيه مناخ مماثل، فيه أرضية ملاعب مماثلة، وكان من الأجدر التحضير لهذه البطولة الإفريقية بشكل أفضل مما لاحظناه. يعني اللاعبين الجزائريين غالبيتهم ليسوا يعني ليس لهم دراية كبيرة بالبيئة الإفريقية، يخافونها. كان من الأجدر كذلك على الناخب الوطني أن يزج ببعض الوجوه الشبابية الجديدة تحضيرا للمباراة المصيرية التي تنتظرنا خلال أسابيع قادمة، وهي التوجه إلى كأس العالم. وبالتالي فكانت هناك، والفريق يضم بعض العناصر الجيدة الشبابية التي لعبت في إفريقيا، لديها خبرة في إفريقيا مع منتخباتها مثل وفاق سطيف ومولودية الجزائر واتحاد العاصمة وشباب تيزي وزو. فأعتقد أنه بعض العناصر الموجودة في صفوف المنتخب الوطني كانت أن تحدث الفارق لو وضع الناخب بالماضي ثقته فيها. لكن على العموم انهزمنا، الانطلاقة كانت سيئة، والحزن ربما سيعطينا نفس جديد للتفكير ماليا. كذلك أريد أن أشير إلى أن التتويج بكأس العرب وإن كان يعني شيء جيد وافتخرنا به كجزائريين، لكن عندما تم تسييس الكرة الجزائرية و الطريقة التي تعاملت بها السلطة مع المنتخب الوطني، أعتقد أن ذلك كان خطأ، كان لابد من إبعاد هذا
الشيء اللي نفتخر به كجزائري كلنا عن السياسة، ربما كانت الأمور تختلف كليا عما هو عما وقع للفريق الآن. أنا لا ألوم أنه يعني اتخاذ إجراءات باستقبال الفريق، ولكن أعتقد أن كانت هناك مبالغة أكبر، وأعطي بعض اللاعبين في المنتخب أكثر مما يستأهلون، يعني كلاعبين مستواهم ليس بالمستوى الذي أظهرهم به الإعلام الجزائري، فكانت يعني أعتقد أن هذه بعض الأخطاء يعني في التي رأيك ارتكبت. التسييس والتشجيش الإعلامي تبون تغريدة وراء أخرى وراء الأخرى، شنقريعة قائد أركان الجيش، يعني تفاجأ الكثير من حتى تعليقات في الخارج عن وزارة الدفاع وبياناتها وعلى حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، وشنقريحة ورسالة رسائله للمنتخب الوطني تبون كذلك، تبون اليوم أيضا حتى بعد الخسارة ثالث مرة يغرد في ثالث مباراة، هذا هو منطق كرة القدم، يبقى الكبير كبيرا، فلا تيأسوا، نشجعكم ونقف وراءكم اليوم وغدا حظا أوفر في المقابلات القادمة إن شاء الله. هذا التسييس والتجيش الإعلامي كذلك الذي أخذ أبعادا مضحكة مبكية، السحر والشعوذة وأيضا الحديث عن الرقية وغيرها، هل هذه الأجواء أيضا أثرت على المنتخب؟ نعم، أعتقد أن من خلال متابعتي لما ورد على قنوات التواصل الاجتماعي في مسائل الرقية والسحر وغيره، أعتقد أن هذا يدل على الوضع المأساوي الذي آلت إليه الجزائر. كان الفريق الجزائري يلعب في كل المنافسات، يخسر ويربح، ولكن الأداء كان دائما في مستوى قوي، وكما يقولوا يحمر الوجه للواحد للفريق الجزائري لما نشوفه يلعب أمام الفرق القوية، لكن الآن أصبحت الهزائم والكوارث، وكان لابد يعني من تفادي مثل هذا التجيش كما ذكرت أستاذ جمال، لعناصر نعرفها يعني مستوياتها ليست بالمستوى الذي يحاول البعض تصويره، يعني مستويات متوسطة، عندنا لاعبين أو اثنين اللي يلعبوا في أوروبا يعني عندهم مستويات قوية ودولية، لكن كذلك علينا أن نأخذ بعين الاعتبار بأن هؤلاء رزقهم هو في رجلهم، وبالتالي فيحافظون على قدراتهم وإمكانياتهم، لا يريدون أن يتعرضوا للإصابات، لأن ذلك ربما سيؤثر سلبا على مستقبلهم الكروي، وبالتالي فأعتقد أن هذه البطولة بحد ذاتها كان لابد أن تكون إفريقية، أي المنتخب الوطني بعناصر محلية وطنية جزائرية من داخل الجزائر، يعني الجزائر، ولكن ليست هذه العناصر هي نفسها التي جاءت بالكأس في 2019 يعني في مصر هي التي فازت بها. نعم، لأن طبعا وكثيرون يقولون قدموا ما في استطاعتهم، يعني كل ما بذلوه من جهد لم يوفقوا، هذه هي كرة القدم أليس كذلك؟ فيها الربح نعم والخسارة. البيئة تختلف، يعني أنا قلت أنه هؤلاء تعودوا على اللعب في أرضيات يعني جميلة، والعشب كله، يعني مصر حضرت أفضل مما شاهدناه في الكاميرون، ولكن في اعتقادي أن الناخب الوطني كان عليه أن يأخذ بنظر الاعتبار هذه الجوانب، ويزود المنتخب الوطني بعناصر من داخل المنتخب من داخل الوطن، لأنها لعبت في مثل هذه الظروف، في مثل هذه الأرضيات، في مثل، وكذلك كانت فرصة لإعطاء فرصة لها، يعني إتاحة المجال لهؤلاء الشباب، لأننا يعني نحضر الفريق ليس لهذه البطولة وإنما للمستقبل كذلك، وعندنا يعني كثير من المنافسات القادمة خاصة كأس العالم، وبالتالي فأعتقد أن المنتخب ارتكب خطأ فادحا بعدم الزج ببعض اللاعبين، اثنين أو ثلاث عناصر كان يمكن أن يحدثوا الفارق ويعطي فرصة لأن لديهم خبرة في اللعب في مثل هذه الظروف البيئية والطبيعية للعشب في الكاميرون، لم يكن في المستوى، وجد محرز ورفاقه صعوبات جمة في التأقلم مع ذلك. أنا لا أبحث عن المبررات، ولكن أعتقد
أعتقد أن بعض العوامل يجب أن تؤخذ بها عين الاعتبار. طيب طبعا كثيرون الآن يتمنون لا تؤثر هذه الانتكاسة وهذا الخروج على الفريق في المباراة مباراتين الفاصلتين للتأهل إلى كأس العالم والمقررتين في مارس، يعني خلال يوم على ما أعتقد يومين يتحدد الفريق الذي سيواجهه المنتخب الوطني في المباراتين الفاصلتين. أعتقد أن هناك رغبة كبيرة لدى كل اللاعبين، لدى المنتخب، لدى الجزائريين، الشعب الجزائري، أن يتأهل المنتخب الوطني، لأن المنافسة ستكون في قطر ومشاركتنا هناك يعني لديها أهمية وتكتسي أهمية خاصة بالنسبة لكثير من اللاعبين، وبالتالي فلا يهمنا من هو الفريق الذي سنواجهه، علما أن مباراة العودة ستكون داخل أرض الجزائر في الوطن، وبالتالي فأعتقد أن هذا عامل إيجابي لصالحنا. يعني أعتقد أن هذه الهزيمة اليوم لن يكون لها تأثير سلبي، بل أعتقد العكس، سيكون لها تأثير إيجابي على نفسية اللاعبين، على روح المقاومة لدى اللاعبين، وأعتقد أننا لدينا المجال لتحضير المباراة مع أي فريق سيظهر في القرعة. كل الفرق قوية، كل الفرق يجب أن نحترمها، وأن لا يعني زي ما تعاملنا مع مثلا سيراليون ومع غينيا الاستوائية، أعتقد أن احتقرنا نوعا ما هذه الفرق، والآن التجربة علمتنا أنه لا يوجد فريق ضعيف. يعني جزر القمر لأول مرة تشارك في كأس إفريقيا، وشفت يعني كيف لعبوا، والله أنا كنت أشاهد في الفريق لما لعبوا المباراة الأخيرة ضد غانا، يعني كأنك تشاهد فريق مثل ريال مدريد يعني. وبالتالي فالكرة تطورت، هناك روح شبابية هناك، وعلى الجزائر أن لا تصغر من قيمة الفرق الأخرى، عليها أن تجعل من كل فريق سنواجهه في المستقبل على أنه نيجيريا أو الكوت ديفوار أو مصر أو الفرق يعني اللي عندها قدرات ومؤهلات كبيرة، وبالتالي فالجزائر لديها ما يجعلها تتأهل، وأعتقد إن شاء الله سيكون التأهل لكأس العالم حليف الجزائر بإذن الله. بإذن الله إن شاء الله. سنعود طبعا إلى هذا الموضوع، موضوع خروج المنتخب الوطني، بالتفصيل في برنامجنا ليوم غد. فاصل قصير ثم نعود، ونفتح الآن ملف كورونا، تفشي الفيروس، عودة تفشيه بشكل خطير وموجة رابعة، ونتوقف عند التساؤلات: هل يكفي غلق المدارس؟ إذن أعلنت الحكومة الجزائرية ابتداء من اليوم غلق المدارس بسبب تفشي فيروس كورونا، حديث عن الموجة الرابعة. تساؤلات في المقابل: هل هذه الإجراءات التي أعلنتها الحكومة هل هي كافية لمنع تفشي الفيروس؟ وحديث كذلك عن تسديد العقوبات على المخالفين، وأسئلة كثيرة تطرح في المقابل حول مقاربة الحكومة، مقاربة السلطة لأزمة كورونا، في مقابل خطاب للسلطة، خطاب مرة أخرى يتحدث بانتصارية كالعادة، في مقابل خبراء يتحدثون عن ازدواجية وتضارب في خطاب المسؤولين. استقرار بلادنا وما تحقق من تقدم في مجالات التنمية المختلفة وتمكنها من قطع أشواط هامة برغم أزمة وباء كوفيد التي واجهتنا بصبر وفعالية، لا شك أن كل ذلك يزعج من يكن العداء للجزائر، كما يقلقه عزمنا على استقلال قرارنا وعلى حماية سيادة الجزائر الشامخة. وفي سبيل هذه الجزائر الشامخة نواصل بإرادة لا تلين ورباطة جأش طريقنا من أجل صمودها وإعلاء شأنها وإحلالها المكانة اللائقة المستحقة إقليميا
ودوليا. وبالطبع السند القوي لجيشنا الوطني. أستاذ مسعود بوذيبة المتحدث باسم نقابة الكنافاس ينضم إلينا. أستاذ مسعود بوذيبة، إذا من اليوم غلق المدارس الابتدائي المتوسط والثانوي لعشرة أيام لمواجهة كورونا، هل هذا يكفي في رأيك؟ ثم كان مسؤولو قطاع التعليم وزير التعليم كان يقول وضع عادي في المقابل على الأرض في الواقع تفشي كبير لفيروس كورونا في الكثير من المدارس. مساء الخير لكم ولكل المشاهدين. الواقع الميداني فاجأ الجميع، يعني حتى وإن أردنا أن نظهر بأن الوضع لم يصل إلى ممكن إلى وضع الخطورة، لكن في النهاية الأرقام أثبتت بأن الواقع الميداني وصل إلى حد يقتضي قرارات سريعة من أجل وضع حد لانتشار الوباء في الوسط المدرسي. ونحن نرى بأن قرار تعليق الدراسة لمدة 10 أيام نحن نراه قرارا أكثر من ضرورة، وهو قرار صائب في هذه المرحلة بالذات، على أساس أن انتشار الوباء يعني أخذ منحى تصاعدي كبير وغير متحكم فيه. ولذلك خصوصا وأن يعني هذا الوباء أصاب عدد كبير من أبنائنا التلاميذ والأساتذة والإداريين وكل أفراد الجماعة التربوية على السواء. ولذلك فتصاعد الأرقام يقتضي أننا نوضع حد لذلك الاحتكاك الموجود على مستوى المؤسسات والتقارب الموجود. في نفس الوقت نحن نرى بأن مثل هذه الفترة باش يكون عندها معنى ويكون عندها فائدة يجب أن تستغل لتعقيم المؤسسات، تستغل لتطهيرها ولتوفير المستلزمات والوسائل الصحية التي تسمح بتطبيق البروتوكولات الوقائية الصحية. هذه الفترة كذلك يجب أن تكون فترة ما يسمى بالاختبار التشخيصي الفيروسي، معناها لازم نعطي فرصة للجميع باش يقوموا بتحاليل باش يقوموا بالكشف عن الوباء. لكن هذا الأمر يعني في الظروف، يعني نظرا للقدرة الشرائية الضعيفة بالنسبة للعائلات الجزائرية، احنا طالبنا بأنه تفتح مراكز على مستوى وحدات الكشف الصحي بالمؤسسات أو على مستوى المراكز الصحية الجوارية باش الناس تروح تدير الكشف، ولما تدير الكشف وتتأكد من الوباء معناها الجميع يلتزم بالبروتوكولات اللازمة للعلاج، وكذلك الجميع يعرف بأن هذا الوباء يجب أن نحتاط ويجب أن نحترم الشروط الصحية إلى آخره. بمعنى نحن لماذا نقول هذا الكلام؟ لأنه لما قدمت العطلة الشتوية بأسبوع في نهاية السنة الماضية نحن أشرنا بأن يجب أن نستغل هذه العطلة من أجل التحضير للفصل الثاني بشروط صحية لتفادي خطر يداهمنا من طرف الوباء، خصوصا هذا المتحور ميكرون الذي الجميع يعرف سرعة انتشاره وسرعة يعني التوسع تاعه. لكن للأسف لما دخلنا في الفصل الثاني ما وجدناش هذه الشروط الميدانية، وجدنا نفس الوضعية للفصل الأول والبروتوكولات الوقائية الصحية عموما غير متوفرة، عدد التلاميذ كبير نوعا ما، الجميع أصبح يظن بأن الوباء انتهى ولا وجود له. ولذلك فالوضعية الآن التي نعيشها هي وضعية يمكن أن نقول بأننا لم نحضر جيدا أنفسنا إليها. لذلك فلما نروح نقوم بالتشخيص ولما نضبط المصابين سواء على مستوى التلاميذ أو على مستوى أفراد الجماعة التربوية، نظن بعد 10 أيام لما نعود نرجع نحضر أنفسنا للعودة، لما نعود نرجعون نلقاو أنفسنا
باننا محضرين لمواجهه الوضع في اطار بروتوكولات وقائيه صحيه تسمح لنا بمواجهه الوضع. لكن اذا كان ما كانش ما حضرناش هذه الاشياء وما كانش اراده فعليه لتوفير الاجواء الصحيه، نظن بان الامر ممكن سيتعقد اكثر وتبقى الوضعيه على حالها. يبقى معنا مسعود بوذيبه. حسن زيتوني، طبعا كمتابع لاجراءات الحكومه الجزائريه، طبعا تبون اجتمع امس باجتماع خاص لدراسه الوضع لتقييم الوضع بحضور اعضاء اللجنه العلميه، وتم تقرر تعليق الدراسه ما فيما يخص بالنسبه للثانوي والمتوسط والابتدائي. بالنسبه للجامعات، حسب بيان الرئاسه، قرار غلق الجامعات يعود الى مسؤولي هذه المؤسسات. طبعا الجزائر تعرف منذ نهايه 2021 ارتفاعا في حالات كورونا وسط جدل انه اوميكرون ليس هو المتفشي الكبير، انما ما زال دلتا بحسب بيان معهد باستور، في مقابل جدل حول مقاربه السلطه التي تتضارب تصريحاتها. تبون قبل فتره، قبل شهر، كان يقول الحمد ربنا الوضع لا باس في الجزائر، ليس هناك اشكال فيما يخص كورونا، وزير التعليم والتربيه نفس الشيء، نحن كل شيء تمام. ثم الآن فجأة يتم تقرر غلق المدارس لمدة 10 أيام. نعم أستاذ جمال، يعني لا أدري إن كانت الإحصاءات التي نشرتها وزارة الصحة بوجود 1552 إصابة اليوم و 49 شخص في حالة تحت العناية المركزة ووفاة 10 أشخاص، إن كانت هي صحيحة في وقت أننا نرى الإحصاءات التي تأتي من دول أخرى تتجاوز، يعني الإصابات تتجاوز عشرات الآلاف، وبالتالي فلا أدري إن كان هذا هو الرقم الصحيح بالنسبة. طبعا يعني هذا آخر رقم من بيان وزارة الصحة، فعلا تتحدث عن رصد 1552 إصابة خلال 24 ساعة، هو رقم قياسي في الجزائر، بزيادة 193 إصابة عن حصيلة اليوم السابق، وتسجيل 10 وفيات بارتفاع حالتين عن يوم أمس. هذا هو رقم البيان وزارة الصحة. أعتقد أن هذا ليس صحيحا في اعتقادي، أن هذا المتحور الجديد ينتشر بوتيرة سريعة جدا ويصيب عشرات المئات في لحظات، ورغم أنه ليس خطيرا مثل الدلتا وكوفيد 19، وبالتالي كمتحور فهو ينتشر بسرعة، يصيب الأشخاص لكنه ليس قاتل، وهذا الحمد لله على كل حال. لكن أعتقد أن التقصير في الجزائر هو مسألة التلقيح والتطعيم. أنا أتحدث إليك من فيينا في اليوم البرلمان النمساوي ناقش مشروع طرحه المستشار النمساوي هنا بإلزامية وإجبارية التلقيح والتطعيم، والبرلمان يناقش لأن هناك تردد وتلكؤ لدى كثير من النمساويين بعدم قبول التلقيح والتطعيم، واعتباره أنه يعني يثيرون كثير من الشكوك حول طبيعة اللقاحات المستخدمة وإن كانت فعلا ناجعة وفعالة. ولكن رغم ذلك هناك شريحة كبيرة من المجتمع تتلقى التلقيح، وأنا تلقيت هنا في فيينا الجرعة المعززة أو البوستر فاكسين هنا في فيينا، ورغم أنني بريطاني ولكن الحملة تتم لتشجيع ولتوعية الناس بأن التلقيح ضروري والتطعيم ضروري. وأعتقد أن السلطات الجزائرية خاصة الصحية والطبية منها فشلا ذريعا. أنا سمعت يعني بعض التقارير أن ملايين الجرعات من اللقاحات التي اقتنتها الجزائر فقدت الصلاحية، مدة صلاحيتها، وتم التخلص منها. وأعتقد أن هذا سببه أولا عدم القيام بحملة قوية، ثانيا أن الشعب المواطن يتحمل مسؤولية كبيرة، لأنه مهما قيل ومهما يقال ليس لدينا بديل آخر عن
استخدام اللقاحات، وبالتالي فلا بد من إعادة النظر في مسألة اللقاحات وتشجيع المواطنين. والآن يعني في دول مثل إسرائيل ومثل دول أوروبية أخرى شرع في تلقيح الأطفال في ابتداء من سن السادسة، وأعتقد أن العلم علينا يعني أن نواجه هذه الجائحة كمسلمين ومؤمنين بالإيمان وكذلك بالعلم، لأنه من دون أخذ الاعتبارات العلمية والاهتمام بما هو متوفر من لقاحات وتشجيع حملة التطعيم، أعتقد أن الكارثة ستكون أكبر وأكبر، علما أن منظمة الصحة العالمية اليوم تحدثت على أن أوميكرون ما هو إلا بداية لمتحورات أخطر في المستقبل، وبالتالي فعلينا مراعاة هذه الجوانب والانتباه إلى القضايا العلمية. أعتقد أن المسؤولين والأطباء، يعني الآن في فيينا أستاذ جمال، لم تعد الحكومة هي من تتكفل بملف الجائحة وكورونا، الآن تم تنصيب هيئة من العلماء والخبراء والدارين بهذا الشأن، وهم من يتكفلون بالإجراءات وما يجب اتخاذه من إجراءات، لأن الأحزاب التي تشارك في الحكومة وتتحدث عن الكورونا وكذا فقدت كثير من شعبيتها، وبالتالي لجأت هذه السلطة أو الحكومة الآن إلى إحالة الملف إلى هيئة علمية مختصة تضم خبراء الفيروسات، تضم الدكاترة، تضم الأطباء الدارين بهذه القضايا، فهم من يدرسوا القضية وهم من يتخذوا القرارات، وبالتالي فالمواطن يستمع إلى أهل العلم ولا يستمع إلى السياسي، ربما يكون كاذب ربما يكون صادق، وربما الجزائر عليها أن تتخذ إجراء مماثلا لتفسح المجال للعلماء الجزائريين والخبراء خبراء الفيروسات ليدلوا بدلوهم في هذه القضية، وربما المواطن الجزائري سيدرك ما هو الفيروس، ما هو المتحور، ما هي أخطاره، وما هي أبعاد اللقاحات والتطعيم. نعم. طبعا حسن زيتون، للأسف كان المفروض أن يكون معنا يعطينا الرؤية العلمية الدكتور يحيى عبد المؤمن المكي الأخصائي في دراسة الفيروسات من ليون والخبير السابق في منظمة الصحة العالمية، ولكن الزملاء يحاولون التواصل معه ولا يستطيعون على المانعة. خير أستاذ مسعود بوذيبة، ماذا فعلا عن موضوع التلقيح الذي أثاره حسن زيتوني والعزوف عن التلقيح؟ بلغة الأرقام في بيان الرئاسة يتحدث عن 94% من الجزائريين يعني هناك عزوف، وزير الصحة يتحدث عن 11% فقط من الجزائريين تلقوا التلقيح. كان هناك حتى في قطاعكم في قطاع التربية كان هناك حديث على أساس أنه وتصريحات من مسؤولي القطاع على أساس أنه قبل الدخول المدرسي سيتم تطعيم كل العاملين في القطاع من المدرسين، بينما الواقع يقول حقيقة أخرى. أستاذ مسعود ليس كذلك؟ فعلا في مسألة لقاح هي اليوم إشكالية مطروحة على مستوى المجتمع الجزائري، والإقبال عليها هو إقبال بطيء نوعا ما، وهذا يترجم بأن أشار الزميل زميلك اللي كان يتكلم الآن سي زيتوني قال بأن الدول الكبرى هي تؤسس أو كاين هيئات لعلماء وخبراء في هذا المجال، أصبحوا هم من يتحملون المسؤولية للتحسيس والتوعية، لأن التحسيس والتوعية هو السبيل الأنجع لجعل يعني المواطنين وجعل العمال وأنهم يقبلون على هذا اللقاح، وكلهم طمأنينة وكلهم ثقة. شئنا أم أبينا هناك تضارب للآراء، واليوم مصادر المعلومة تعددت، وفي غياب مصادر يعني أو مرجعيات ذات ثقة الجميع يلجأ إلى المواقع ويسمع فيديوهات إلى آخره، وأنتم تعرفوا بأن الكل كل له رأيه في هذا المجال، لكن لما تكون مراجع وهيئات علمية فيها علماء فيها مختصين في هذا المجال، نظن بأن هذا سيعطي الثقة للمواطنين ويجعل الإقبال على 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 اللقاح يعني بثقة وبطمأنينة وبدون خوف، مع التوعية ومع التحسيس ومع وضع الشروط اللازمة للقاح. الأمر الثاني الذي نحن كنا سبقنا وأن طالبنا به منذ
يعني منذ السنة الماضية هو عملية الاختبارات التشخيصية الفيروسية، يعني للتست يعني ولا بالبي سي ار إلى آخره. هنا في الجزائر هذه العمليات يعني تتطلب مبالغ نوعا ما مقارنة مع الرواتب نوعا ما غالية على المواطنين، وبالتالي المواطنين ما يلجؤوش إلى عملية التشخيص. أنا نظن بأن احنا عملية التشخيص عن الوباء حتى يعني المواطن يعرف هل هو مصاب أم غير مصاب، اليوم حتى وإن كان مصاب ما يروحش للطبيب، يروح لفارماسي يشري دواء. إذن كاين هناك ثقافة لضبطها لازم هناك عمل جبار، ولذلك فالثقافة الصحية نحن نراها أنها يجب أن تبدأ من المدرسة. وانطلاق ولما نقول المدرسة معناها لازم تكون هناك بروتوكولات وقائية صحية على مستوى المؤسسات، وتكون صرامة وتكون مراقبة ويكون هناك ضبط، لأنه عندما نضبط التلاميذ ونضبط أبنائنا التلاميذ معناها نحن نؤسس تدريجيا لثقافة صحية عند أبنائنا ستنعكس على العائلات وستنعكس على المجتمع. والثقافة الصحية هي فرصتنا اليوم، لأن اليوم الكل راه مهتم بهذا المجال، إذن هي فرصة الجميع من أجل أن نزرع هذه الثقافة، واللقاح هو جزء من النقاشات والإقناع الذي يجب أن يكون على مستوى يعني المختصين، والمختصين لازم يلعبوا دورهم في هذه الفترة باللقاءات الجوارية بالندوات بالحس الإعلامية. نظن هذا مطلوب جدا في هذه الفترة في ظل الارتباك وفي ظل غياب الثقة وفي ظل نقص المعلومات، وكما تعلمون بأن في هذه الوضعيات لما الناس أي واحد يقدر يزرع الشك ويقدر يزرع الخوف في مثل هذه المسائل. طبعا رئاسة الجزائر بالمناسبة تقول في بخصوص 94% أن 94% من الحالات الوفاة جراء كوفيد لم يتلقوا التلقيح. طبعا وبيان الرئاسة يتحدث عن احترام جميع الإجراءات، كل الفضاءات التجارية، إجراءات الوقاية، تسليط عقوبة الغلق الفوري لكل من يثبت تقاعسه في احترامها، بما في ذلك الأماكن والمباني والاستخدام الجماعي، المباني ذات الاستخدام الجماعي أو التي تستقبل الجمهور مثل القاعات والقاعات الرياضية، في مقابل طبعا السلطة كانت تفتح مهرجانات الانتخابات وغيرها، بينما تثار هذه القضية فقط عندما يتعلق بقضايا أخرى، بقضايا مسيلات مثلا تمنع وغيرها. أنا أقول إذا سمحت بأن أنا تكلمت على الثقافة الصحية تتطلب الاستمرار والديمومة، وليست هكذا في فترات ومناسبات أو عندما ترتفع الأرقام نلجأ إلى هذه الصرامة ثم بعد ذلك نتخلى عليها، والتخلي معناها هو أننا نؤسس للانضباط ونؤسس للفوضى وعدم الالتزام. لذلك فإذا أردنا فعلا أننا نسهر على هذا، نؤسس لهذا الانضباط وهذه الصرامة، يجب أن تدوم مع الزمن، لأن هذا الوباء، وأنتم أشرتم بأن الوباء لن ينتهي اليوم، وهناك متحورات جديدة ممكن في المستقبل ستكون. لذلك يجب أن نتعامل مع هذا الموضوع بالمدايات القريبة والمتوسطة والبعيدة المدى في إطار إرساء قواعد صحية واحترام مبادئ لشروط الصحية معروفة. يجب أن نسهل، نحن نرى بأنه يجب أولا أن نفتح مراكز لنسهل الجميع للقيام بعملية التحليل والتشخيص، لأن الأمر يتطلب يعني أن اليوم المبالغ المالية لازم يعني ماهوش من السهولة باش مثلا ولي تلميذ عنده 3 أولاد 4 أولاد أنه يروح يدير التحاليل، ما يقدرش يعني يستحيل. طيب. ولذلك لازم نفتح مراكز نسهل عملية التشخيص ونواصل العمليات التحسيسية من أجل أن الجميع يلتزم باللقاح، وهذا عمل لا ينتهي اليوم، لازم يجب أن يكون مستمر ويكون تكاتف الجهود، والجميع يجب أن يشعر بالمسؤولية في هذا الأمر. طبعا أستاذ مسعود مديبة حسستوني في المقابل، طبعا في بريطانيا تم تقريبا رفع كل الإجراءات التي اتخذت لمواجهة تفشي أوميكرون بشكل خاص، ولكن في المقابل انتقادات حتى لرئيس الحكومة الذي يواجه
تحديات كبيرة، يواجه حتى مساعي لسحب الثقة منه لأنه تهم بالكذب، لأنه تم تنظيم حفلة داخل مقر الحكومة داونينج ستريت، داونينج ستريت مقر رئاسة الوزراء في بريطانيا، وفي المقابل جدل كبير حول الموضوع، بينما طبعا لا مقارنة بين الجزائر وبريطانيا أو أي بلد آخر، ولكن المقارنة في الجانب السياسي. طبعا اتهامات حتى لبوريس جونسون بأنه ربما يريد تحويل الأنظار عن المشاكل التي يعانيها بالتركيز على قضية كورونا، اتهامات في المقابل للسلطة بأنها استعملت كورونا كسلاح ضد سلاح سياسي في مواجهة الحراك مثلا، وفي مواجهة أي احتجاجات بإشهار هذا السلاح، بينما في الأوقات الأخرى المهرجانات مفتوحة والأفلان والأرندي يصرحون ويمرحون، ولا إشكال في تفشي كورونا في الفضاءات. نعم أستاذ جمال، يعني مدام أننا في فيينا والأستاذ بوديبة تكلم عن قضية الفحص الطبي وأنها مكلفة في الجزائر، منذ وصولي هنا إلى فيينا لقرابة شهر الآن مطالب بشكل يعني كل 24 ساعة لازم يكون عندك فحص طبي، وكل من يذهب إلى مدرسة أو يذهب إلى العمل أو يذهب إلى التبضع أو يدخل إلى مكتبه لا بد أن يكون قد أجرى الفحص الطبي، وهو متوفر في كامل أنحاء البلاد مجانا، لا تدفع ولا مليم، مجانا. يعني أعطي قائمة هذه اللقاحات، مش عارف إذا تشاهدها كلها، الريكورد نتاعي أنا من ساعة ما جيت أعمل اللقاحات الحمد لله كلها نيجاتيف، لكن لازم تعمل اللقاح ومدة صلاحيته 48 ساعة، في بعض الأماكن 24 ساعة، لازم يعني تعمل واحد اليوم تخرج النتيجة في الصباح، في نفس اليوم في المساء تروح تعمل فحص طبي آخر، متابعة مراقبة رصد. وهذا نفس الشيء في بريطانيا، المدارس مجانا. نعم. ترسل مع التلاميذ. لماذا يدفع المواطن الجزائري يعني مبالغ من أجل الفحص؟ هذه صحة المجتمع، هذه صحة المواطن، هذه صحة الدولة، صحة الأمة. كيف يطلب من المواطن اللي عنده كما ذكر الدكتور بوديبة أنه عنده 3 أولاد وأربع أولاد وغلاء المعيشة ويزيد فوق ذلك، يطلب منه أن يدفع؟ ولكن في المقابل طبعا كل وإمكاناته، يعني ربما البلدان وإمكاناتها، ولكن في المقابل ماذا قد يرد البعض؟ ماذا الحكومة الجزائرية كذلك اشترت عدد كبير من اللقاحات، ولكن ليس هناك إقبال من المواطنين كذلك. هل يجب تحميل دائما الحكومة والسلطة المسؤولية؟ نعم، علينا أن نميز بين الفحص والتلقيح. الفحص هو كما يقال الوقاية خير من العلاج، عندما تكثف الفحص الطبي وتجعله إجباريا على كل من يذهب للمدرسة أو للعمل أو للمستشفى أو أي مكان للعمل، حتى الحكومة كل وزير كل برلماني لازم يعمل الفحص الطبي، مجبر على كل على الجميع، والدول والشعوب هنا تحترم الأوامر الطبية والعلمية، لأن ولكن المواطن حسن الذي لا يلقح، مواطن نعم. الذي يرفض التلقيح لا يلقح مع أنه اللقاح متوفر. نعم. تم مثل ما ذكرت إتلاف الملايين، الحديث عن 11 مليون جرعة، هذا المواطن كيف يمكن الآن أن يطالب كذلك بأن تتوفر له أجهزة الكشف عن كورونا؟ أولا عدم الإقدام على التلقيح والتطعيم هو خطأ ارتكبته السلطات المعنية منذ الوهلة الأولى، وأنا أتذكر جيدا وطلب مني كمواطن جزائري عايش في بريطانيا من إحدى الراديو المحلي في مدينة سطيف، وعملت يعني طلبوا من الناس يشاركوا في الحملة وشاركت وقلت أن التطعيم ضروري ولا بد من إنجاح هذه العملية، وهذا فيروس خطير لا نعرف حيثياته، لا نعرف من مصدره، كيفية معالجته، الحل الوحيد أمامنا حاليا والعلاج المتاح هو التلقيح والتطعيم، وكان من المفترض أن الدولة تعمم تلك الظاهرة، لكن
عندما تجعله إجباريا. النمساويون هنا لا يريدون الإلزامية والإجبارية، ولكنهم يقولون نحن نريد أن نعرف ما هي طبيعة هذه اللقاحات التي تدخل أجسامنا، فالجانب العلمي عليه أن يقنعهم بمحتويات هذه اللقاحات. ثانيا، ما هي الفوائد منها صحيا واجتماعيا، وكذلك يعني الغموض الذي يكتنف والشك الذي يكتنف كثير من اللقاحات أزيل بسبب هذا الحوار المباشر للهيئات، للعلماء، للمختصين في الفيروسات، وبالتالي فالمواطن يقتنع تدريجيا. عندما لا يتحدث السياسي ويفسح المجال للعالم الذي هو أدرى بهذه الأمور تتغير المعطيات. طيب نسمع رأي الأستاذ مسعود بوذيبة وهو في الجزائر. أستاذ مسعود بوذيبة، ما رأيك كمواطن جزائري؟ ما هو الإشكال في عدم إقبال الجزائريين على اللقاح؟ هل أيضا بسبب الخوف من اللقاح الصيني وعدم فعاليته، واللقاح الروسي كذلك طبعا مع الجدل حول مصنع صيني في الجزائر لتوفير هذا اللقاح وحتى تصديره لإفريقيا، بينما يتم إتلاف لقاحات في البلاد؟ أنا نظن بأن السبب الرئيسي هو في غياب مراجع صحية يثق فيها الشعب، ولما تتكلم يلتزم، ولما يشرع يعني ويكون مستعد أنه يسمع لهذه الهيئات. المسألة هي مسألة ثقة، هذا أولا. ثانيا، مسألة هي مسألة تردد، يعني كاين ما شفناش بأنه هناك يعني عزيمة من طرف الخبراء ومن خبراء الصحة ومن طرف المختصين، ما شفناش بلي كاين عزيمة قوية أنهم الكل على كلمة واحدة من أجل إقناع الجزائريين. هناك تردد، هناك غموض. أكيد ممكن لأن المعلومات، الكل لديه معلومات خاصة حول هذه اللقاحات مثل ما يحدث في جميع الدول، لكن أنا نقول بأن العمليات التحسيسية التوعوية لم تتم في إطار مدروس وفي إطار يعبر عن إرادة سياسة واضحة، سياسة صحية واضحة. مسألة الثقة تقريبا هي مغيبة في مثل هذه المسائل، ولما نجد أن أهل الصحة هم لا يقبلون على اللقاح، فما بالك بالشعب وما بالك بالمواطن الذي لديه معتقدات، خصوصا لما ما تكونش عنده يعني ثقافة صحية. نحن ما عندناش ثقافة صحية، مثلا طبيب العائلة وتواصل، حتى الخلايا العلمية ما عندهاش تقاليد تاع تواصل جواري مع العائلات، مع حتى نقنع الجميع. أنا نظن المشكلة هو مشكلة عملية التحسيس والتوعية، والذي يجب أن يقوم بهذه العملية ليس أنا الذي أنا بعيد عن الاختصاص، يجب أن يكون أهل الاختصاص وأهل العلم. طيب، هم اللي يبشروا هذه الأمور وتفتح لهم القنوات من أجل التوعية والتحسيس. وأنا نظن لما تكون ثقة أكيد الناس راح يقبلون على اللقاح، ونظن بأن لازم نخلق فرص من أجل التوعية والتحسيس. ابقى معنا أستاذ مسعود بوذيبة، فاصل قصير ثم نعود لمتابعة النقاش. إلى القضية التي تتصدر العناوين في الجزائر كذلك هذه الأيام، قضية النصب والاحتيال على طلبة راغبين في دراسة بالخارج، والتي يتهم مؤثرون مشهورون على المواقع التواصل بالتورط فيها. وقد أمر عميد قضاة التحقيق بمحكمة الدار البيضاء في العاصمة بداعي ثلاثة من أشهر المؤثرين كما يسمون في الجزائر الحبس المؤقت، ويتعلق الأمر بنوميديا للزول التي كانت اتهمت في البداية بأنها في حالة فرار قبل أن تسلم نفسها للشرطة، كما تضاربت معلومات مواقع ووسائل الإعلام الجزائرية. وكذلك بوجملين فاروق المعروف باسم ريفكا، ومحمد أبركال المعروف باسم ستانلي، كما تم وضع المؤثر القاصر إيناس عبدلي تحت الرقابة القضائية لعدم بلوغها السن القانوني. وبحسب صحف الجزائرية فإلى جانب هؤلاء أمر قاضي التحقيق بداعي صاحب الشركة الوهمية فيوتشر جيت، أرى أسامة كما يرمز له، الحبس المؤقت، وهو كما تقول وسائل الإعلام الجزائرية ابن برلمانية سابقة عن الأفلال. كما تم وضع في الحبس المؤقت سبعة متهمين آخرين بينهم امرأتان.
معنا عبر الهاتف من الجزائر الأستاذ زكريا بلحرش المحامي والناشط الحقوقي. أستاذ زكريا، يعني ما رأيك في هذه القضية؟ وقبل ذلك نسمع، قبل أن نسمع رأيك، نسمع تصريحات لبعض الطلبة الذين كانوا ضحية هذه القضية، قضية النصب والاحتيال. توا ميسنسو اورو طلب علينا وسلكناهم الدينا حنايا 74 مليون باسمو الاولي درناه في وهران. موراها قالنا روحوا حتى نعيط لكم نقول لكم وجدت الفيزا تقلعوا ديريكت. قلت له اعطيني دراهمي نحاهم لي بالقوه وقفل على قفل لي الباب على صبعي هو ولينا. هذا الكبير ما نساش طول حياتي، عندي 53 سنه عمري ما شفت عيد كبير كيما هذاك. واش ضيعت ولاد الناس؟ وش من الكونسونس اللي عندك انت؟ وش من الكونسونس؟ وش من الاحساس اللي عندك؟ الدراهم ما دوش عدي بيهم. في جوي لي زيكزامان هضرت معنا شيف ديبارتمون قالت لنا بلي ما تقدروش تفوتوا ليكزامان. قلنا لها علاه؟ قالت لنا باسكو ماكش مخلصين. الاسم تاعكم راه عندنا هنايا في المحاسبه، الاسم هو هذو اللي طلعوا كاع في المحاسبه ماكش مخلصين. تخلصوا تفوتوا ليكزامان، ما تخلصوش ما تفوتوش ليكزامان. وطلعت لو 15 اوت 2021 دونك خلصت في 3000 يورو هذيك. قال لي زيد لي 5400. زدت له 5400 وحنا اللي خلصنا من البي اي عطيت له 13 مليون و800 تاع البي اي. عطيت له كلش 3000 يورو بلس 5 مليون و300. هو كان يقولنا معترف بها اوروبيا هاد الجامعه اللي كنا فيها. وحنا كي وصلنا لقيناها جامعه عاديه لذوي الاحتياجات الخاصه والمعوقين. استاذ زكريا بلحرش، ما رايك في هذه القضيه شكلا ومضمونا؟ طبعا جدل كبير حولها وبشكل خاص بدايه حول بث تسجيلات الاعترافات كما قدمت للمتهمين في هذه القضية التي طبعا تثير الكثير من التساؤلات القانونية. طبعا مساء الخير، مساء الخير على على كل مشاهدي قناة المغاربية. فيما يخص هذه القضية، أنا صراحة تفاجأت كي شفت الندوة اللي قدمها سيد وكيل الجمهورية وين عرض التهم المتابعة بها هذا الأشخاص المؤثرين والمسير تاع هذه الشركة وأشخاص آخرين اللي كانوا معهم. تفاجأت ويعني عندي بعض الملاحظات اللي تلخص هذه القضية. الملاحظة الأولى، الشيء اللي أثر أنه شخص يكون في مرحلة التحقيق الابتدائي بمعنى يكون أمام الضبطية القضائية يتم تسجيله رغم أنه مشتبه فيه، معناها ماهوش متهم، والتسجيل هذا يعرض في القنوات الوطنية. هذا انتهاك صارخ لمبدأ قانوني دولي ولمبدأ قانون الإجراءات الجزائية الجزائري في مادته الأولى ودستور نوفمبر 2020. مبدأ قرينة البراءة بعد تسجيل الاستجواب تاعهم وعرضه على القنوات، هذا يعتبر تشهير، هذا يعتبر انتهاك في الحقوق. يعني إذا كان أي شخص يرتكب فعل ماشي من حقنا نشهروا به، وهذه ماشي المرة الأولى اللي تصرع، بمعنى هذا النظام راه ما تعلمش من الأخطاء اللي قام بها من قبل. النقطة الثانية، تضخيم هذه القضية، هذه ماهيش الوكالة السياحية الأولى اللي تقوم بتجاوزات. كانت فيه ألو نسمعك. ألو أستاذ زكريا، نسمعك تفضل. نعم. نسمعك. طيب بالنسبة للنقطة الثانية، هذه ماهيش الوكالة السياحية الأولى اللي تقوم بتجاوزات، وما كانش فيه تضخيم لقضايا مماثلة. وعلاش التضخيم في هذه القضية؟ يعني الواضح فيه نية معينة، بالإضافة إلى الندوة اللي عقدها السيد وكيل الجمهورية. وعلاه يدير ندوة صحفية في قضية اللي نعتبرها قضية مصغرة ماهيش مثل الحجم اللي مدوه لها. النقطة الثالثة، الحبس الاحتياطي، هذو ما ناس، ما نحكي على المؤثرين بالضبط، هذو ناس يقدموا كل الضمانات للمثول أمام القضاء، للمثول أمام سيد قاضي التحقيق، وعليه يروح يدير لهم الإيداع؟ وعليه التفريط في استعمال
الحبس الاحتياطي، رغم أن الرقابة القضائية تكون استثناء إذا كان فيه ضمانات ما يقدمهاش المتهم ليمتثل أمام سيد قاضي التحقيق. رابعا تضخيم، قلت تكلمت على تضخيم هذه القضية. أنا نظن أن هذه القضية استعملت واستغلت من طرف النظام حتى تكون كإنذار لكل الجزائريين، قال انتوما لأنه حبينا ولا كرهنا هذا المؤثرين كاين ناس يتبعوهم، قال انتوما تجاوزوا الحدود ديالكم 22 فبراير راهو جاي قريب، مشاكل الزيت والسكر وارتفاع الأسعار تاع المواد الغذائية، رانا ندير لكم أكثر من الناس هذو المعروفين اللي تبعوهم مؤثرين دوك إيجابيا أو سلبيا ما يهمش، لكن هذ المؤثرين عندهم شباب يتبعوهم. بالتالي أنا نظن أن التضخيم كان بنية، هذه النية سيئة، بالإضافة أنه قضية جديدة في تفريط وانتهاكات من جديد لحقوق الإنسان بما في ذلك قرينة البراءة، بما في ذلك التفريط في استعمال الحبس الاحتياطي. يعني أنت في رأيك تحويل الأنظار، هناك من ذهب هذا المذهب وربما تغطية على الجدل مثار حول حرب التسريبات قرميط بونويرة، وفي رأيك أيضا حتى تحسبا ل 22 فبراير المقبل ذكرى الحرب؟ طبعا طبعا ما فيش تفسير غير التفسير هذا، والمنبط تاعو انه من هذه من اساليب النظام. دوك اليوم ليكيب ناسيونال خسرت، دوك ما عندهمش باش يزيدوا يلهيوا الشعب بزاف، كاين قضيه المؤثرين على بالهم باللي واحد فيهم عنده واحد 5 6 مليون دو فيو كاع في اون دي باج ولا في اون في انستغرام ولا تيك توك ولا يتبعوه. دوك هاد الناس اللي راهم يتبعوهم قال هاي اللي رانا درنا لكم سيناريو جديد، فيلم جديد، كملوا تبعوه. انا ما ننكرش بانه كاين فيها ضحايا، قدموا الشهادات تاعهم، لكن في هذا النوع من القضايا تاع النصب، الضحيه كي تسقسيه تقول انت واش سحقيت؟ يقول لك نسحق دراهمي. تقول له يعني لو كان هذا المتهم او من قام بهذا الفعل المعاقب عنه قانون لما قدرش من كيفه، وانما الواضح بان مسير هذه الشركه قام بتجاوزات. قال واش تسحق الضحيه؟ نعاقبوه 30 سنه ما يهموش، عقبوا 20 سنه ما يهموش، واش يهموه دراهمه؟ طيب على بالك باللي قضايا هذا النوع من القضايا التنفيذ صعيب في الجزائر. مثلا دوك لو كان يحكم القاضي، فرضا يحكم القاضي 100 مليون لكل ضحيه، ومن بعد التنفيذ تاعو على امر الواقع لو كان ما يقدروش يديروه ضد المتهم حتى لو كان حكموا عليه المؤبد. طيب هذا النوع من القضايا. نعم مثل طبعا هذه القضايا اللافت انه صاحب الشركه الوهميه تردد انه ابن برلمانيه سابقه، وحتى في شهادات ضحايا النصب تحدثوا عن تهديدات تلقوها وتخويف بان هؤلاء لديهم نفوذ وباستطاعتهم اضرارهم حتى. فعلا شوف على حسب تصريحات الضحايا هذا واش قالوا، لكن الى تلاحظ بان الضحايا ما جبدوش كاع المؤثرين، جبدوا مسير شركة قال هاي اللي كمدينا له، هاي واش قال لنا هذ المؤثرين راحوا غفارين ذنوب. صح فعلا داو دراهم في إطار عقد، أنا ماشي باش ندافع عليهم. هذا أي واحد تروح تستشيره ولا تشوف رأيه في الشارع الجزائري يقول لك نفس الشيء، السيد خدم دراهم وما كانش على باله باللي راح تصرى فيه تجاوزات من طرف مسير الشركة، لاخاطش لو كان على باله مباشرة راه متواطئ. اللي ما على بالوش ما يقدرش يتحمل المسؤولية انه قام بصفقة عقد مع شركة معينة دار المنتوج تاعها. على بالك في الدول الأوروبية تطوروا في التشريعات تاعهم باش لحقوا يديروا تشريع لوضعية كيما هذه. حنا التشريعات اللي صدرت من 2019 إلى يومنا هذا هي تشريعات قمعية. دوك هذا المؤثرين تحكم عليهم 15 سنه كي هما كي مسير المؤسسه، والضحايا كيف حكايتهم؟ طيب ولكن حتى يقعدوا يستناو. في رايك هل هناك من ذهب الى طرح نظريه انه النظام لا يريد، يريد الجميع تحت السيطره، حتى يعني المؤثرين يريد الجميع ان يكون لا يخرج
عن سيطرة النظام أي أحد، ما رأيك في هذا الطرح؟ وبالتالي إلى الجانب الذي أشرت إليه، جانب تحويل الأنظار، هناك هذا الجانب من النظام، أنه مؤثر أو مش مؤثر، لا تخرج عن سيطرة النظام. هل هذا الطرح دقيق في رأيك؟ هذا الطرح صحيح. هذه هي الدولة العسكرية، هذه الدولة العسكرية اللي ما تأمنش بالحقوق، ما تأمنش بالحريات، وما تأمنش بدولة الحق والقانون. هذه هي في عقليتهم، معناها الكل يخضع للأمر. لخاطر لو كان الكل يخضع للقانون، ماشي هذا المؤثرين اللي راح تتابعهم قضايا. كاين قضايا مهمة اللي كان لازم يفتح فيها الجهات المختصة تفتح فيها تحقيق. كاين فيه مجالات وين لازم يكون فيه انفتاح، وين لازم يكون فيه عدل، وين لازم يكون فيه عدالة. يعني الأمور المهمة لتخص المواطن الجزائري في تمتع بحقوقه والتزامه بواجباته، هذه غير ممكنة. أنت كي تكون أنت أمام في عايش في دولة فيها نظام تسلطي، ما تقدر تنتظر منه أي حرية ولا أي حقوق. بالتالي هذا الطرح هو جد صحيح، واللي يحاول يعني ينكر هذا الطرح ما هو إلا منافق مع نفسه، لأنه هذه هي الحقيقة اللي نعيشها. الكل يخضع لأمر السلطة، وإلا فإن عندنا القضاء، وإلا فإن عندنا الشرطة القضائية. وأصبحت الأمور عملك جد بسيطة. قال تكلمت، مشيت انت، كنت مشيت في الطريق، نحكموك نديروك مساس بالوحدة الوطنية وروح للحبس، روح للحراش. بالمناسبة يعني وحدة كما هذه، نعم تفضل تفضل، يعني وحدة كما هذيك نوميديا للزول، مرأة في عمرها 25 سنة تروح تديها هكذاك للقليعة. طب وهي التي يتصوروا، نعم وهي التي كانت في حملة لجمع التبرعات في أزمة الأكسجين قبل أشهر، فقط ساهمت مع مؤثرين آخرين في جمع أموال معتبرة. فعلا مهما شوف مهما يكونوا قاموا به هذ المؤثرين، يقعدوا الشباب الجزائري إذا غلطوا نوروا لهم وشنو الغلطة تاعكم، ما نبعتوهمش الحبس. النظام هذا أصبح بالنسبة لي الحبس سهل، قال بعد عند قاضي التحقيق روح دير إيداع. ما يقدروش يفهموا باللي راهو يحطموا له حياته، باللي كاين في الشعب ما راحش يعني ينتقم هذ المؤثرين، راح يتضامن معاهم اكثر واكثر. يعني عشنا فيه مرحله اللي كان فيه الحراكيين في كل مره متابعه قضايا، الى يومنا هذا مازلنا قلنا بالك هداهم ربي راح يوقفوا شويه من هذا الحمله تاع الاعتقالات والايداع. يعني ما كانش كيفاش. بالمناسبة أشرت إلى الجانب التجييش الإعلامي وهذه التغطية الإعلامية الكبيرة لهذه القضية، بينما صمت تام على قضية إضراب المحامين. الآن تقريبا أسبوع من إضراب المحامين، ليس بلاك أوت، ليس هناك تغطية إعلامية للموضوع. والله عندنا إحساس أنه خلاص الإعلام خضع لكل ما يصدر من أوامر هذه السلطة. يعني المفروض الإعلام يكون القوة الرابعة في أي دولة، الإعلام أصبح تابع مباشرة للنظام، وسيلة وأداة من أدوات النظام، حاجة لتعني المواطن اللي هي إضراب المحامين. وعلاه المحامين يديروا إضراب؟ ماشي فقط لأمور تتعلق بالمهنة، وإنما هذه الأمور لها انعكاس مباشر على قدرات المواطن. يعني حنايا نعطيك أبسط مثال، حنا كي تروحوا في قانون المالية يرفعون الضرائب بهذه الطريقة، حنا نكونوا مجبرين أن نرفعوا الأتعاب، وبالتالي ستثقل كاهل المواطن، يصبح ما يقدرش من با يدير محامي. هما حابين يلحقوا لهذا النقطة. قرر الاتحاد المحامين أنه يقوم بإضراب له لمدة أسبوع، تم شل كل المحاكم والمجالس القضائية، والإعلام ما يتكلمش عليه، وكأنه بالنسبة لهم لا حدث. لكن كي يتعلق الأمر بقضية المؤثرين، هذه ورد القضية اللي داروها النافيل، فيه ندوة، كل وسائل تتكلم عليه، كل الصحافة تتكلم على هذه القضية، يعني باش تشوف الحقنا باللي خلاص حتى الإعلام رضخ، أصبح وسيلة من وسائل النظام هذا. شكرا جزيلا لك أستاذ زكريا بلاحرش، المحامي والناشط الحقوقي
سيد مسعود بوديبة تعليق قصير في زاوية من طرح أنه قصة هؤلاء الذين يدفعون أموال طلبة جزائريون للدراسة في الخارج كذلك وبدون التحقق حتى من عدم من وجود هذه المؤسسات في تركيا وفي أوكرانيا وفي روسيا كما تردد ويتعرضون للنصب والاحتيال بهذه الدرجة. ما دلالات هذا في رأيك؟ هناك طبعا من طرح قضية أنه هناك الآن حمى الجزائريين للأسف أنهم يريدون الخروج من البلد بأي طريقة، وهناك من وجدوا هذه الطريقة وإن تحولت إلى سراب. أستاذ مسعود بوديبة، سيد مسعود اذا كان ممكن يعاد السؤال. سؤالي هو ما رايك في جانب هذه قصه النصب والاحتيال وحبس المؤثرين والطلبه الذين يدفعون اموال طائله للدراسه في الخارج وفي النهايه يتبعون سراب وبدون التحقق حتى طبعا من هذه المؤسسات، ما دلالات هذا؟ اولا كلكم تعرفوا بأن الجزائريين عندهم شغف وحب للعلم وعندهم طموحات، هذه الطموحات للأسف يرونها خارج الجزائر وليس في بلدهم الجزائر. اليوم يرون بأن الجامعي في الجزائر نهايته هي البطالة، نهايته انه يعاني بدون توظيف وممكن ما يحققش رغباته وما يحققش احلامه، ويجد بالمقابل بطبيعه الحال وهو احتكاك مع زملائه في الخارج، احتكاك مع الشباب في الخارج ولديه معلومات، خصوصا مع التواصل اليوم التواصل يعني بالتكنولوجي اصبحوا الطلبه تاعنا يعرفون كل صغيره وكبيره ما يحدث في الجامعات في دول الشمال، ولذلك فهم يطمحون الى انهم يعيشوا اجواء جامعيه مثل ما هو موجود في الدول الغربيه. لذلك فالاستثمار في هذا المجال مع الجزائريين اكيد سيكون ناجحا. الان هذا الاستثمار يكون شرعيا او ما يكونش شرعي، راح الضحايا اكيد راح يكونوا كبار، خصوصا وان يعني ما كانش مراقبه لهؤلاء وما كانش يعني يعني هناك أناس يقوموا بهذه الأمور وما كاش رقيب وما كاش محاسبة أحيانا، ولذلك فالضحايا نشوفهم نحن كثر في عديد المجالات. فأنا نظن بلي طموح مشروع حب الجزائري للعلم يجب أن يدعم، الحل هو كيف نعيد الاعتبار لمكانة الجامعة الجزائرية والاختصاصات في الجزائر، وحتى الطلبة لما يكونوا رايحين للخارج يمكن أن نفتح قنوات تكون رسمية وتكون واضحة حتى ما يقعوش ابنائنا في مثل هذه الوضعيه. شكرا جزيلا لك مسعود بوذيبة المتحدث باسم نقابه الكنباست. حسن زيتوني، ماذا تقول هذه القضيه الى جانب هذا البعد، الجزائريين الذين يريدون الخروج من البلاد باي طريقه للاسف الشديد، وصوره الاستغلال هذا التجيش الاعلامي من اجل هذه القضيه، هل هو لتحويل الانظار مثل ما كان يقول الاستاذ زكريا بن لحرش مع ما تعيشه السلطة وحرب التسريبات وغيرها، والنفخ في هذه القضية وإعطاها كل هذا البعد؟ نعم أستاذ جمال، وأنت يعني كنت مختص في الاقتصاد والإعلام الاقتصادي، وكنت لا شك أنك تطرقت إلى ظاهرة الجريمة والجريمة المنظمة التي انتشرت في السنوات الأخيرة بشكل كبير، مما دفع حتى بمنظمة الأمم المتحدة إلى تشكيل منظمة مثل منظمة الصحة العالمية، أصبحت هناك منظمة خاصة بمحاربة الجريمة والجريمة المنظمة. والجزائر في العقدين الأخيرين يعني حكمت من قبل العصابة، وهذه العصابة تعرف كيفية المتاجرة بمثل هذه الأمور، وانتشرت الجريمة المنظمة حتى في المجتمع الجزائري، ولا أستبعد أن من يقفون وراء هذه الأعمال لديهم اتصالات مع أطراف خارجية ولديهم علاقات مع
مؤسسات نافذة ويحصلون على الأموال ويتقاضون أموال مقابل الحصول على ضحايا مثل هؤلاء الذين سمعناهم. كذلك هناك كما ذكر الأستاذ غياب تام للعدالة في الجزائر، لا يوجد قانون، لا يوجد من يحمي هؤلاء، وبالتالي فهي فوضى عارمة، والنظام أعتقد إلى حد كبير يستغل هذه الفوضى من أجل فرض أمر الواقع ويسعى إلى تسييس هذا الملف حتى يتم تفادي ربما ظهور حركة شبابية مناهضة لهذه الأوضاع المأساوية التي تمر بها البلاد، وبالتالي فالقمع منذ الوهلة الأولى والاعتقالات والسجن وسجن الاحتياطي وغيرها من المسميات، وذلك تفاديا لظهور يعني نفور شعبي وغضب شعبي ضد هذه الممارسات وضد هذه الاحتيالات وهذا النصب الذي تعيشه الجزائر. فأعتقد أنها ظاهرة لديها أسباب داخلية وأخرى خارجية، ولكن أعتقد أن الضحايا عليهم أن يراعوا قبل أن يقعوا في الفخ. أنت عندك 3000 أورو أو 4000 تسلمها هكذا بشكل يعني مجاني، هذا موجود يعني حتى في بريطانيا أستاذ جمال، ربما أنت حصلت في مرحلة ما عبر هاتفك من نيجيريا واحد يقول لك عندك مبلغ وعندك كذا وأعطيني رقم، يعني في هذا التحايل، في هذا النصب أصبح عالمي، أصبح ظاهرة خطيرة وجزء من ما يسمى بالمنظمة الجريمة المنظمة، وبالتالي لابد من تذافر جهود وطنية وجهود دولية ولمواجهتها ومحاربتها حتى لا يتم تفشيها، والأنظمة الفاشلة تستغل هذه الظاهرة. وأعتقد أن العالم أو المنظمة الأمم المتحدة تعرف الأنظمة التي تتاجر بالبشر، تتاجر بمثل هذه القضايا، وهي حرب مستمرة لا بد من محاربتها إعلاميا وقانونيا وبالعدالة ولكن للأسف الشديد كما ذكر الأستاذ يعني الإعلام الجزائري أصبح بعيدا كل البعد عن انشغالات المواطن وهمومه، وأصبح سائر في فلك السلطة، وهذا خطأ كبير سيتحمله هذا الإعلام في المستقبل، لأن دور الإعلام يجب أن يكون أن يعكس حقيقة ما يجري في المجتمع، أن يكون مرآة صادقة لما هو يجري في المجتمع، وأن ينقل الحقائق ولا يبالي بموقف النظام إن كان معه أو ضده، لأن الرسالة الإعلامية يجب أن تكون مقدسة ويجب احترام العمل الإعلامي، وهذا يعني درسناه وتعلمناه حتى في المعاهد التي درسنا فيها في الجزائر، وكان لابد على المسؤولين على هذا القطاع في الجزائر الآن أن يعني شوية حشمة يعني ينظروا شوية للأمور ويحترموا المواطن ويقفوا مع المواطن، لأن المواطن البسيط أصبح بعيد كل البعد، ما عنده حتى شيء اللي يمكن من خلاله أن يعبر عما يختلج في نفسيته، وبالتالي فهو يتوقع من الإعلام أن يكون هو المرآة لنقل معاناة المواطن للمسؤول. ولكن أتمنى من هذه السلطات أن تدرك بأن الجريمة هي جريمة مهما كانت نوعيتها ومهما كانت طبيعتها وسيعاقبون عليها. شكرا جزيلا لك حسن زيتون الإعلامي، كنت معنا عبر خدمة سكايب من فيينا. انضم إلينا الآن عبر الهاتف من الجزائر كمال عيسات، عضو الأمانة الوطنية لحزب العمال الاشتراكي، حزب العمال الاشتراكي الذي تقرر وقف نشاطه المؤقت وغلق مقراته. لو وضعتنا في صورة هذا القرار سيد كمال عيسات. مساء الخير، شكرا للاستضافة. بنوضح الأمور، الإشكالية وزارة الداخلية ديبوزي الدعوة في مجلس القضاء عاصمة فيما يخص اشكال نتاع القيادة، تكوين القيادة اشياء إدارية خصوصا، وحزب العمال استجاب في الوقت هذاك يعني عطانا 15 يوم، استجبنا 11 افريل اللي فات، 25 16 نظمنا مؤتمر، و25 صباح حطينا الملف عند وزارة الداخلية، ولكن للأسف وزارة الداخلية تاع الجزائر ما يستقبلوش احتباب، ما يستقبلوش الرسائل، دونك بعثناها عن طريق ويسي مقرر تاع العدالة، والوزارة استمرت دونك قبل ما يخلص الأجل تاع 15 يوم،
الدعوة راح حتى لمجلس القضاء. دونك في إطار استعجالي، ولكن احنا على بالنا في إطار القانون الإشكالية تاع حزب مشاكل إشكالية سياسية ماشي إشكالية قانونية بذاتها، بس قانونين استجبنا لكل إلى كل الأشياء اللي طالبتهم وزارة الداخلية، مهما أن البي اس تي يظن احنا نظنوا ديمقراطية وزارة الداخلية ما عندهاش دخل في الشؤون الداخلية تاع الأحزاب. هذه قرارات سيادية للمناضلين تاع حزب سياسي مهما كان، عندهم الحق يديروا مؤتمر وما يديروش، عندهم الحق. الإشكالية الوحيدة أن احنا لازم نمدوا القائمة نديناها، ولكن إشكال داخلي ما عندهاش حق واش يكون وزير الداخلية اللي يدخل في الشؤون السياسية تاع حزب معارض. دونك والقضية مشات احنا في الوقت هذاك قلنا بليك دعوة سياسية عندها علاقة سياسية كبيرة مع المواقف تاع الحزب منذ 22 فبراير، وين شاركنا في كل المسيرات، وشاركنا في كل يعني لي زينيشاتيف بوليتيك، في كوننا مربع منطقة اسمه مربع الأحمر في الجزائر العاصمة، مربع في بجاية، مربع في كل ولايات من وجود. شاركنا في الحركة الطلابية من التنظيم البدائي تاع الحركة الطلابية خلا في مقر حزب العمال الاشتراكية صح في بداية مارس، وشاركنا في إنشاء لو ريزو تاع كونتر لا ريبريسيون والمساندة للعائلات تاع المساجين أول جوان في 2019، وقمنا وشاركنا مؤسسين بما يسمى بالباد يعني الباكت الالتيرناتيف ديمقراطيك، شاركنا فيها وعندنا اقتراحات البديل الديمقراطي. ولكن الاشكاليه هنا دونك حنا نظنوا بلك حنا رانا ضد، حنا ننظروا ضد ورقه الطريق تاع النظام المبنيه على القوه، المبنيه على اختيار كل الشرعيه الشعبيه اللي ما تحترمش الشرعيه الشعبيه. الاشكاليه هي هنا، والحزب العمال الاشتراكي هو التيار السياسي موجود 35 سنه، ولكن موجود تاسس في السبعينات، تيار سياسي عمالي تقدمي تاسس في السبعينات وفي 1990 اعتمد. يعني نقولوا حنا دوك ماشي حزب سياسي تاع انتخابات، ولكن حزب تاع مناضلين دارهم اليوم يمسوا فيه، والناس يتبعوا الساحه السياسيه على بالهم بالدور تاع الحزب العمال الاشتراكي عبر المناضلين تاعو والافكار تاعو والاقتراحات تاعو في كل الحركات الاجتماعيه، سواء كانت الحركات العماليه، الحركات الديمقراطيه، الحركات النسويه، الحركات الامازيغيه، الحركات وكل ديمقراطيه، وخصوصا في الحراك والصمود تاعنا اليوم. حنا نقولوا ديك الورقه هذه تاع الطريق لا في دروت تاع النظام خطيره وما عندهاش شرعيه. هو حنا نقولوا بلي النظام اليوم مهما كانت المؤسسات مخصوصه شرعيه، وحقنا نقولوا باسكو حنا نظنوا بلي الارقام تاع المشاركه في الانتخابات هي اللي تعبر، هي اللي تدل على الشرعيه نتاع الورقه هذه. فطبعا مقابل كما ليس اشرت الى الباد الى البديل الديمقراطي، لافت انه في نفس اليوم مجلس الدوله يرفض دعوة وزاره الداخليه الاستعجاليه بوقف نشاط حزب الاتحاد من اجل التغيير والرقي مؤقتا، والذي تراسه الاستاذه زبيده عسول، وهي طبعا حزبها عضو الباد البديل الديمقراطي، وكذلك ما يتعرض له حزب الار سي دي. ما رايك في هذا؟ على ما اعلم لدي سي بي الوزاره الداخليه رفض مجلس الدوله رفض طلب نتاع وزاره الداخليه، ماشي كي البي اس تي، وزاره الداخليه قررت غلق المقرات ومنعنا، حبت تمنع الافكار تاعنا بنعبروا عليها، يعني تمنع ما عندناش بالمفهوم ما عندناش حق نكونوا في الباد، ما عندناش حق نعبروا بالافكار تاعنا في الحراك في النضالات، ورحنا رانا غلطين. الاشكاليه تاع الباد هي الاختلاف انيشيتيف، يعني المشروع اللي خرج في الحراك اللي مازالوا واقف في المعارضه، هما قدروا يديو بزاف من التيارات مع الحراك اللي راحوا مع النظام، اللي حبسوا النظام
ولكن قوات اللي راهم في الباد مازالوا يكملوا النضال تاعهم من اجل السياده الشعبيه. وحنا ظنوا في الباد ديك لازم مرحله انتقاليه لتبنى على مسار تاسيسي، يعني لازم الكلمه ترجع للشعب هو اللي يقرر في مصير البلاد في كل القضايا. دونك اشكاليه تاع النظام هو راه يضرب وكل اصوات اللي ما توافقش ورق الطريق تاعو، اللي ما توافقش الاختيارات تاعو. وحنا نظنوا ذيك ورقه الطريق هي خطر على مستقبل الجزائر وعلى شعبها. وحنا نظنوا ذيك سواء على المستوى السياسي ولا المستوى الاقتصادي والاجتماعي هو خطر كبير على الشعب الجزائري او على الجزائر. شكرا جزيلا. شكرا لك كمال عيسات، عضو الامانه الوطنيه لحزب العمال الاشتراكي، كنت معنا عبر الهاتف من بجايه. شكرا موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعه، والى اللقاء.